سائق مبحر والاسعار ارتفعت. البيدو اللي كان تاع الزيت لا 540 اج كاسرول كان يدير 500 600 راه يدير 1,900,000. كي كان المنتوج متوفر يعني كنا نديرو هنا بريزونتي ماكسيموم، ولكن مع شويه النذره انا وليت اوبليجي نسربي من الزيتاجير. واحد الوقت كانت بزاف لي ريفيرونس، دوكا مصعدنا 4 ولا 5 لي ريفيرونس. نذره كميه لا تكفي، غلاء الاسعار او غياب بعض المراجع، هكذا كانت تصريحات تجار الجملة لزيوت تشحيم السيارات. الأزمة هذه لابينوري اللي كاينة ملحوظة، يعني ملحوظة كي تشوف مشترية شاك فوا يجو المشتري تلقاه اكزومبي يجيك 3 فوا 4 فوا في النهار سي لو مام سيك ما سيك زيت تاعو ما صابهاش. كاين دي ريفيرونس راهم شوية ناقصين، هذوك بيان سور دوموندي بزاف، لأغلبية تاع الكلاس مشوا بها 140 سوتو جديد. وسوتو كي مثلا زيرو 030 020 لا 530 هذه الانتاج الوطني المحلي اكتيالمون الان ما يلبيش طالب الوطن. تجميد استيراد زيوت التشحيم خلق ازمه حقيقيه، حيث اصبح المواطن مرغما على اقتناء الزيوت المحليه. من مبيعات تاعنا تراجعوا باسكو ما كاش سلعه ماشي متوفره، اليوم كاين غدوه ما كاش، بون تاع لامبورطاسيون ما كاش، عندنا شويه تاع لوكال انا نسيو كيفاش نكوفريو لو مونك هذاك. في الفترة الأخيرة هذه كاين اون بينوري تاع الزيت، وين فريمون المستهلك ولا السائق الجزائري شغل تبحر. دونك كي يجوا لينا عندنا هنا، يجي عندنا احنا عندنا اول حاجه سي لورونطاسيون، قلنا بنيميرو تشاسي بافيك نيميرو تشاسي عندنا لي زوتي دو ترافاي تاعنا لي لوجيسيال، بهادو نتمكنوا نعطوا له لي زومولوغاسيون تاع لو كونستركتور. السائق ولا يدير زيوت واحد اخرى ارخص وصاروا له مشاكل، كاين دي موتور وين تكسروا، كاين دي باسكو لو لوبريفيون كيما قلت لكم هو الدم تاع السياره، تبدلوا ولا تموديفيه يصراو مشاكل. في غياب الثقة في جودة المنتوج المحلي صنع جدلاً واسعاً لدى المستهلك، حيث أصبح البائع والتقني مرغماً على إعطاء الضمانات. كيما كاش لامبورطاسيون ما لازمش تحبس السيارة تاعك، كاين المنتوج الوطني بديل. يعني إن شاء الله هنا ما نوصلوا ميساج للمنتوج الوطني باش يرفعوا في الإنتاج. يدخل عندنا انكليو حنا ثاني ما راحش نجيبوا الزيت من برا، راح نجيبوا من عند البروديكتور ديريكتومون. دونك حنايا كي يجي عندنا انكليو نشوفوا السياره تاعو، ندخلوا اللوجيسيال تاعنا نشوفوا السياره واش دوموندي كوم اومولوغاسيون، ومن بعد حنا نروحوا للبيدون تاعنا فيه تيكات دومولوغاسيون نشوفوا الزيت اللي طلع له. مادام حنا نعطوا له لا غارونتي، نعطوا له لو كارني دونتوريتي ونكاشيو له، دونك اوتوماتيكمون نعطيه لا غارونتي في الزيت. رغم امتلاك الجزائر حاليا ل11 مصنعا لانتاج زيوت التشحيم بطاقة سنوية إجمالية تبلغ 600,000 طن، إلا أن تلبية الطلب بشكل كامل لم يتحقق بعد. المنتوج الوطني بدأ يدير البلاستو في سلو مارشي، ولو كليون ألجيريا إلي دوفوني ساتيسفي. وعلاش؟ بالنسبة لاكاليتي الحمد لله السيارة تمشي بدون إشكال، والحاجة الأفونتاج الدوزيام اللي هو السعر، صافي دير المنتوج المحلي قدر يعاود ينظم السوق. بصح الإشكال وراه إشكال هو لا كونتيتي إلا ديسبونيبيليتي. ويؤكد بعض المنتجون على توفر أغلب مراجع الزيوت مع الاعتمادات وشهادات المطابقة اللازمة، مع القدرة على رفع الإنتاج في القريب العاجل لتغطية النقص الحاصل. عندنا أكثر من 120 ريفيرونس، 25 شهادة مطابقة أومولوغاسيون، منها خاصة من عند مرسيدس مع فولكس فاغن مع بي ام دبليو، عندنا افيك بليزيور مارك. دونك حنا برك اجتهدنا أكثر et on a fait les huiles complexes à réaliser telles que la 020, la 030, la 530. On a une capacité de production de 60 000 tonnes, sachant que le marché algérien il peut atteindre les 150 000, 160 000 tonnes par an. الوضع الحالي يمثل تحديا كبيرا امام المنتجين المحليين لتحقيق استقرار السوق، خاصة مع التوقعات بزيادة الطلب عند دخول السيارات الجديدة.